ما تحسون الوضع مزدحم؟ رجع بعضكم شوي. والله هلا ومسهلا، كل عام وانتم بخير. شو اخبارك؟ طيب بسألك سؤال. يا مرحبا وسهلا. اول شيء مبروك. خليك عصبي. اسلم. جاك شيء؟ لا لا. راح استريح. ما في نقاط؟ راح استريح. خلاص. راح استريح. ايش اسلم لا تشوف خليني اعوده بس. طيب شرف طب بسالك مشرف، مكانك بين زملائك اليوم؟ وش الحركه هذه؟ لي هذه طول العمر بيني وبين اخوياي قبل لا ادخل البرنامج. وحبيت الان كلهم يعرفون وش هي حركه خاصه فيني، خاصه فيني انا يعني منها اخوياي يشوفوني قالوا كذا. ايش معناها؟ موضوع بيني وبين اخوياي. علم شو شيء خاص. موضوع بيني وبين اخوياي. موضوع اللي قبل 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 البرنامج. لا تعلم يا علي. ليه يكون اذا جت حمله تفتيش بينكم تسوونها يعني انتبهوا؟ انتبهوا. والله صار ارجع وتطير. مو مقصدها وش؟ ما انا اسالك. قلت لك حركه بيني وبين اخوياي قبل البرنامج، هذا جوابي. تبغى جواب ثاني؟ اي تبغى جواب ثاني؟ ارجع. لا تعال ما في جواب. ما ودي والله ترجع. صدق والله. اي والله والله برجع. ادري مو ودك وبرجع. ها؟ ان شاء الله برجع. مو الا برجع. لا ودي انك تصير جنبي يا اخي. ايه قصدك انا ولا انا؟ لا لك ما تصير هنا ان شاء الله. ايه ان شاء الله انا ما ابي. كلكم ان شاء الله. الله يطول عمرك. احس اني منت عليك وارتحت لك. الله يسلمك. ودي افضفض. طيب ارجع. اي خلنا ناخذ رايك، ما اخذنا رايك. الله يطول بعمرك. يا هلا ومسهلا. وش رايك في اللي حصل؟ اللي حصل يا طويل العمر السلامة هذا الشيء وارد بين الاخوان يحصل. لكن انا بقول كلمة ويومي قال بالمفهوم العامي. إيه؟ اللي بيننا بين ما لحد فيه دخل. إيه؟ دقيقة يا شباب. شوف دام صار على الشاشة يصير لنا دخل. لازم نحن نعرف صح يصير على الشاشة ولا على غير الشاشة. اللي بين الأخوان ما لحد فيه دخل. ما اختلفنا بس الشيء اللي يصير الشيء اللي يصير على الشاشة لازم الجميع كلنا يعرفه. تحت البث تحت البث ما لنا علاقة. أنت تقول إذا إحنا ما لنا علاقة، وهل تشوف إن ما لنا حق نسأل يعني؟ نعم ما لكم حق تسألون في الجمهور. الجمهور نعم الجمهور ما له حق يسأل. الامور الخاصه قدي على اسمها خاصه. كيف خاصه وهي على الشاشه؟ عادي على الشاشه تحصل، تحت الشاشه تحصل. هذه الامور تحت الشاشه. انا ما اتكلم عن تحت الشاشه، انا اتكلم صار الحين الحين عشان ما شيء صار قدام الشاشه. هل تشوف ان الجمهور ما له علاقه؟ الجمهور هو حق. انا اوجه رساله للجمهور، يعني الجمهور يركز على الشيء الايجابي، يركز على الشيء اللي يفيدهم يفيدنا. هذه الاشياء تحصل في 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 ارقى المجتمعات، ما بس عندنا. طيب. في كل بيت يعني. طيب. ما هو بحق عليهم انهم يدققون في الاشياء. اكيد الجمهور بيركز على الاشياء الايجابيه، بس شيء صار قدامه بالشاشه من حقه انه يعرف شو السالفه وش القصه وش اللي حصل. طيب بعض السوالف تافهه، ما يعني ما له حق انه يضيع وقته في السؤال عن هذا الموضوع. لا لا حق. لا لا ما له حق. هذا حسب وجهه نظرك انت. نعم وجهه نظر. يعني الاشياء الخاصه على اسمها اشياء خاصه. ما اشياء لو هي خاصه ما طلعت على الهواء. يا اخي الشيطان حاصل. أكيد ما اختلفنا ما اختلفنا. قابيل وهابيل. أنا ما أتكلم عن الشيطان. حلو. أنا قاعد أتكلم أنك أنت قاعد تقول هذا شيء خاص وظهر على الشاشة، فكيف يكون خاص وظهر على الشاشة؟ طيب يا طويل العمر السلامة، يعني أنا نفسيتي ما هي مثل نفسية عبد الله عبد الرحمن ولا مثل نفسية محسن. محسن عنده قيلون، أنا ما عندي قيلون. هذا عنده ظروف ما هي بعندي. يعني شف. يعني شف صل على النبي. يعني أكيد إني بحترم وجهة نظر خوي، حتى لو صار مشكلة على الهواء بتقبلها وعادي. بس اني انا اوجه رساله. لبيه سالم شوف الله يطول بعمرك. انا ما عاد ودي انك تبرر، لانك انت الحين قاعد تقول كان الجمهور ما له حق يسال ولا له حق يعرف. لا 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 حق يا شباب. الجمهور شباب رحم الله والديكم، رحم الله والديكم. اذا لي معزه وتقدير زي ما انا اعزكم،
انا والله اتكلم مع الرجال رحم الله والديكم، اللي بساله ابد له حق ان يجاوب، اللي تامر امبا اتفقنا بعد اذنكم فضلا وليس امرا، فهمت علي؟ سلم. فانت تقول عندك وجهه نظر. نعم. من ناحيه الجمهور، الجمهور له حق انه يسال وله حق انه يطلع على اشياء يعني سواء خاصه ولا عامه، بس في بعض الاشياء ما هو بحق عليهم انهم يركزون فيها، زي مشكله حصلت او سوء تفاهم، ما هي مشكله حصلت على الهواء يعني تحصل، هم الجمهور لو يركزون الجماهير في بيوتهم انفسهم تصير اختلافات وجهات نظر. اكيد ما اختلفنا، ما هي مشكله، ما اختلفنا، بس يعني الاشياء اللي تحصل بين خواني ما لحد فيها دخل. ما اختلفنا باختصار، احنا ما اختلفنا، انا ما اقول شيء، بس شيء على الشاشه هو سواء على الشاشه ولا ما على الشاشه ولا برا، واذا وجهه نظرك تحترم، وجهه نظر كل شخص هنا تحترم، بس انا اقول لك، انا اقول كأنك تقول الحين ان الجمهور ما له حق. لا لا شوف شوف يا اخوي، انت لا تنشبني في الجمهور، الجمهور على عيني وراسي، والجمهور من حق الجمهور انه يسال عن الكبيره. نعم، ولا جينا هنا الا لاجل خاطر الجمهور، الجمهور له حق، لا الجمهور له حق انه يسال وله حق انه يشوف ايش الوضع اللي حاصل، بس في بعض الاشياء طيب ما تستوجب الرجال يركزوا. صل على النبي، على الصلاه والسلام. بررت وكفيت ووفيت، بيض الله وجهك، تفضل استريح. شكرا لك. مستعجل على فقرتك. يا الله شفت كيف؟ انت ايش قلت قبل؟ انت زبوني صح؟ انا عندك اسم مسجل. والله اخي سبحان الله، الزبون الوفي. شفت كيف؟ ما خليك مستحيل. الزبون الوفي. شوف ساعات والله يخليك الفقره يا رب. اللهم لا امين. يخلي ها؟ اللهم لا امين. ليه؟ ان شاء الله ناخذ اسبوع، شوف لك زبون ثاني. تعبت وانا اجيك كل شوي خصميات خصميات. لا والله شيل قاعد ثاني. لا ما شاء الله عليك تجاوب. خذ حمد، هذا مهام شوفني كويس. انت ما تبي تجي هنا يعني الاسبوع الجاي؟ ايه. طيب ليش تغلط اغلاط واجد؟ الخطا وارد ومردود. ايه. كل ما قلنا شيء قلنا خطا، شو نسوي؟ الانسان مو محسن على الخطا. الغلط وارد؟ اي والله. وما ادري وشو؟ وش نسوي؟ ما اختلفنا ان الغلط وارد، بس ليش انه ينعاد؟ ما ينعاد. الا قاعدين نعاد. يجي خطا غير. وش الخطا اللي عيد؟ فهد محمد على البوديوم تفضل. ترى انا وياه مسجلين عندك ترى. الله قاعد اروح جنبه. ها؟ اروح جنبه. تروح جنبه؟ اي. محسن ارجع لزملائك. محمد جامع. تابع ابو تفضل. هل تتوقع انك معي على البوديوم ولا ترجع لزملائك؟ ما اتوقع، اني اسبوع عشان قدمت واخذت المركز الثالث حصانه. خمسة نقاط. أخذت المركز الأول في الحصان. لا ما أتوقع، هذا المركز الأول. لا بس يجرب. ما ندم، ما نعم الغيب حنا. طالبينك. أسلمك. ما نعم الغيب، لكن معنا الحصانة 5000 نقطة ومقدمين. إيه. كنا هنا ولا هنا. راضي ما إحنا والله. أنت وش ودك؟ لا ما كان ودي طال عمرك كدني بين خوياي. ودك إنك بين خوياك. عقلك ذا طبيعي. ما في حد وا جميع. وإن كنا إبراهيم طلع عمرك، رجعنا إبراهيم عودنا. محمد ناصر الصلف. محمد ناصر. ناصر. محمد ناصر معلش. ناصر. 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 داخل ما جاء نايم. لا لا كان عندك الصلف. تعال يا الصلف تعال. وبارك مقعد هنيا. تفضل اسفرتون عشان ابغاك والله ترتاح عشان رجلك راحتي والله شوفتك الله يطول بك الحب يا العجب مرحبا تفضل هنا شوي بس ودي ادردش معك شوي اذا سمحت اذا تشرف لي سلام الله يطول لك تعال تعال انا ابغى النص يلا دندب طب ناصر ايش فيك مع الصلوات ما تحضر واجد ها صلوات اي تجيك نوبات نوم ولا ايش السالفه انا بعلمك جعلني ما بكيك من يوم دخلت انا ضغطتني السخونه سلامات ما تشوف شر ولا يجيك جعلني في زاويه تقلب جو ولا ايش القصه؟ والله هي يمكن تقلب جو ولا يمكن جابها معي من الاريا انت سمعت؟ وغير يطلع عمره واصل ونوم يتخلبط اقول لي ساعتين ثم اقوم ما ادري جوي كذا جو ذول لكن نعودهم ان شاء الله بالعموم زين لكن الصلاه نصليها ابشرك سواء في المسجد ولا في الهنقل لان قلت مسخن تخابر ما يتحرك واجد بصلي داخل 45 يوم مسخن؟ 45 يوم؟ لا اله الا الله دار عسكريه ذي لا انت تقصد يعني الايام هذه كلها ما عدلت نومك؟ لا لا رمضان تخابره جدوله مضبوط؟
أنا قصدي أقول عيد. هذا جدول رمضان مع العيد. إيه هين هو الثلاث هو الثلاث أيام شهادة حقي اللي قصرت فيها أنت. إيه ثلاث حق نعم. أنا تفاعلك ما شاء الله تبارك الرحمن جيد في البرنامج. ولا ودنا نخسرك والله. وش البس عندك بإذن الله ما تخسرون. بإذن الله هني ناشدكم نعم. نهاية شيء بإذن الله. بإذن الواحد. وش البس عندك. بس والله أهم شيء الصلاة ونأخذ. والله الصلاة شوف أكون أكسرية لأني طول العمر مو عشان طبعاً بنروح نصلي ولا شيء. إحنا ربعين الصلاة مخلينا. هنا ولا هنا ولا هم صلاة تصليها. كيف؟ سواء في مسجد سواء في هنجر سواء في الغرفة أهم شيء تصلي صلاتك. صح. بس أهم شيء في وقتها. نعم. هذا أهم شيء. بإذن الله. أنا أصلي بس إني أطعمهم حموم ما أقدر أروح المسجد صليت عندي محل. سلامتك ما تشوف شر. إن شاء الله وقدامك العافية. الله يتفضل معي على البوديوم. إني صامل فيها. يلا للأسف. بسيط بسيط أصلا. الحبيب العجل. يا أخي الصلبة. كمل هذا السالفة. عيال تبون ترفعون ضغطي وش تبون تسوون تجيبون تجيبون لي السكر ولا ايش السالفه؟ دنك شوي. عبد الله عبد الرحمن. البطع يا معيار شو بيش عندك يا العجل؟ شو ودك هنا ولا؟ والله صلعني. والله نودي هنا ودي مع ذول صدق هنا وهنا عاد. وش ودك؟ والله نودي فيها كلها. اختار واحده منها. انا؟ ايه. ايش تبون عيال؟ تبون ارجع لكم؟ خلاص ودي عندي. خلاص تفضل. لا تعالنا انا على الله طول عمرك عشان كذا الله لا يهينكم يا شباب بعد اذنكم تفضلوا على اللوكيشن الاخر حيو مجامع حيو ترى هذه خصم في ذمك اي والله في ذمك ما بدعني انا اول مره تدخلنا تدري اول مره اوقف تدري يا عزيزي انا امك نوقف هنا اي بعد اذنكم سام السلام وش السالفه حجت معهم لانهم ها لا الله لا يهينكم جعلك تسلم الله يسقيكم وايد الجنة آمر سم آمر وش شنو كيف وش ارجع السالفة ادخل بداله ها ارجع السالفة ادخل بداله ليه تبي تصير بداله والله ما ودينا يجي هنا والله يجعلني بداله وبقول لها والله اني اقولها وكلكم حمراء العيون باذن الله اخيك ناصر ان شاء الله انه ما جاء هنا الا انه بيجاوب نعم وبيرجع انا واثق فيه لا هو ولا اخويا اللي معه كلهم اكثر بس ساعه دلني العكس ودينهم يرجعون كلهم باذن الله كلهم راجعين وكاسبين نقاط ان شاء الله نعم باذن الله